هوايات الناس. إن قضاء وقت الفراغ له طرق مختلفة، وكل إنسان يختار الطريقة التي تتفق مع طبعه وأسلوبه في الحياة. فمنهم من يهوى النزهة أو الزيارة فيذهب إلى الحديقة العامة أو لزيارة الأصدقاء، ومنهم من يهوى أن يبقى في المنزل فيشاهد التلفزيون أو يقرأ الكتب والمجلات أو يستمع إلى الموسيقى، ومنهم من يهوى أن يؤدي بعض التمرينات الرياضية أو يلعب لعبة فيجري أو يسبح أو يلعب الكرة، ومنهم من يهوى أن يشتغل ببعض الأعمال اليدوية في المنزل أو يقوم بزراعة حديقته. إن الوقت إذا انقضى فلن يرجع، وحياة الإنسان ليست إلا وقتا يقضيه، فإذا كان هذا الوقت ثمينا كانت حياته ثمينة، فلتكن حياتنا قيمة ثمينة.